الغزال. لبيك يا علم العروبة كلنا نبد الحمام، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك السلما، لبيك يا علم العروبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأعظم وعلى آله وصحبه أجمعين. العرب هم السكان الأصليون للمغرب العربي، وذلك منذ 15,000 سنة. 15,000 سنة، 15,000 سنة العرب هم السكان الأصليون للمغرب العربي، وذلك حسب أدلة من؟ علماء الجينات الوراثية، وليس أكاذيب المستعمر الفرنسي أو الصهيونية العالمية والحركة الأمازيغية وليدة المستعمر الفرنسي والصهيونية العالمية. كما علينا معرفة أن العرب هم الأغلبية الساحقة في المغرب العربي. أما بربر المغرب، بلد المغرب وبلاد شنقيط التي سماها المستعمر موريتانيا، فهم عرب من قبائل حمير والسنهاجة كأغلبية اليمنية، ومنهم البطل يوسف ابن تاشفين العربي السنهاجية، وهؤلاء أغلبية مع عرب كنعانيين وفينيقيين كذلك الأمر، لأن الفينيقيون بنوا يعني كثير من المدن، كل المدن الساحلية الموجودة في بلد المغرب بناها الفينيقيون، هذا معروف موجود في الموسوعات، ارجعوا إليها. كل الشعوب توحدت إلا أنا، كل الجهود تكاتفت إلا أنا، كل الشعوب توحدت إلا أنا، كل الجهود تكاتفت إلا أنا. فينيقي عربي، تيفينا اللغة الفينيقية هي من اللغات القديمة، الكتب القديمة كانت تكتب لي فينيسيان لي زاراب لي ايجيبسيان. حتى أسماء المواقع والقارات هي أسماء عربية قديمة. كتبوا للأمازيغ اللغة الجديدة بالحرف الفينيقي، في تنقاع، في تنقاع اسمه بالحرف الفينيقي، والفينيقيين عرب وكذا. الفينيقيين عرب، فينك باللغة الشحرية تعني المستطلعين الباحثين عن المرعى أو المأكل أو المشرب الجيد. plus les arabes cananéens donc également phéniciens étaient les premiers en Grèce. الفينيقيين كانوا بحارة في منطقة الخليج وانتقلوا غربا إلى البحر الأبيض المتوسط، فهم عرب من الجزيرة العربية. كلمة ليبيا قديمة جدا وحديثة جدا، احنا كنا نسميها طرابلس الغرب، ثم جاء طلال سموها ليبيا، والعرب سموها اللوبية، وهي بالمناسبة ربما يندهش الكثيرون لم يكن أصلها ليبيا، كان أصلها الريبو، اللسان المصري القديم بالراء وقبله همزة التي تبدل عينا مبدلة من العين، فهي عريبو، عريبو عرب،
وكلمة عريبة مستعملة في النقوش الأكادية والبابلية بمعنى العرب. هذا كلام كل المؤرخين العرب المسلمين، وهم فقط مرجعنا مصدرنا، فقط هم مصدر المسلمين ومرجع المسلمين. حتى علماء الأنساب البربر أنفسهم، منهم من سابق ابن سليمان المطماطي، قالوا نفس الشيء. قالوا كل هذه القبائل التالية حميارية قحطانية يمانية، أي ليست كنعانية، وهي زناتة وسنهاجة وكتامة ولواتة وهوهامة وغمارة وزوارة ومكلاتة وموزاتة وزويلة وهوارة. هذه القبائل كلها حميارية قحطانية، فهوارة وغمارة وسنهاجة وكتامة هذه قبائل عربية يمنية عند جميع المؤرخين وعلماء الأنساب. ما كذبهم سوى من؟ سوى المستعمر الأوروبي الخبيث من أجل تطبيق سياسة فرق تسد ولضرب البربر بالعرب حتى يكون هو دائما مسيطر على الجميع من فوق. الحميريين هاجروا إلى المغرب العربي قبل الميلاد ب2000 سنة، قبل ما يكون في أمازيغ، وهم موجودين. واللي أكد الكلام هذا ذكره الدكتور علي فهمي خشيف. يعني كما قلت، كل علماء الأنساب والمؤرخين العرب المسلمين، الآلاف مؤلفة منهم، أكدوا أن قبائل سنهاجة وكتامة عربية يمنية. فلا ينفي هذا سوى من؟ سوى معتوه وشعوبي حقود. وبالمناسبة يعني هذا موجود في القواميس، سنهاجة هو اسم رجل وهو من أولاد حميان ابن سبأ. قبيلة الصناهجة اشتركت في الفتوحات الإسلامية، فكان انتشارهم نحو مصر والمغرب العربي. والصناهجة بالذات لهم تأثير كبير مثل ما هو نسمع عنه في دول المغرب العربي، في المغرب وفي غيره من دول المغرب العربي، وحتى في موريتانيا. كثير من سكان المغرب العربي كما تشير الروايات والمقابلات مع بعض الأفراد يقولون أنهم نسبهم من حضرموت، من قبيلة صنهاجة، وهذه صنهاجة هي في تاربة، فهي منطقة هؤلاء كما يؤكدون هم بأنفسهم أنهم من أهل حضرموت ومن قبيلة صنهاجة الحميرية القحطانية. يعني الهكسوس مثلا، أخذ الهكسوس، كل الناس يلعنون الهكسوس، تاريخ كله هكسوس. الهكسوس عرب بلغتهم وآلهتهم وأربابهم، وهم كانت مدينتهم اسمها هوارة، عاصمتهم هور أو هوارة، وهم بقوا حتى الآن في قبائل هوارة المنتشرة في شمال أفريقيا من ليبيا إلى بلاد شنقيط التي تسمى بالاسم الروماني موريتانيا. طبعا اسمها شنقيط، موريتانيا اسم روماني لاتيني. فهذه هوارة ترجع إلى مدينة هور عاصمة الهكسوس، وهم عرب لا نقاش في هذا. يلعنونهم وقالوا أحمس أخرجهم، ويكونوا ما يسمى الإقليمية المصرية. غرس هذا الكلام معذرة في التعبير الأجانب لكي يفصلون بعضنا عن بعض.